طبعا اللي احنا بنرحب بالاخ عيسى فخوري وشركه اريبيا سيل اللي هي راح تكون وتقوم في تطوير الويب سايت تاع الشركه وتطوير والتطبيقات الذكيه، كمان راح نتعاون معهم في موضوع التطبيقات. طبعا الامور الفنيه انا بتركها للاخ عيسى. ان شاء الله راح يطلع موقع الكتروني وتطبيق مميز الإجراء. صار بإمكانك تدفع أونلاين، حتى تدفع على خلال البطاقات مدفوعة المدفوعة مسبقاً، أو من خلال أكاونت زي باي بال أو بريبايد إنترنت كارد، أو من خلال برنامج اللويالتي كارد الخاص بجت اللي هو نقاطك. كل ما سافرت أكثر مع شركة جت بتكون عندك نقاط بتجمعها، وفي بإمكانك استبدالها برحلات مختلفة. بإمكانك حتى تحجز ما أكثر من حجز. نوقع على الاتفاقية. مبروك. هذا التطبيق هو جديد على النقل العام في الأردن، وراح يكون له تسهيل للمواطن الأردني في أن يستخدم ويحجز لرحلته، كان إلى كل الأماكن اللي بتروح عليها جد، وكذلك بجسر الملك حسين للأخوة بفلسطين أيضا هنالك تطبيق لهم خلال أسبوع راح يكون انطلاقته. عمليا هو يختار المقعد المناسب له، كذلك يختار الرحلة، كذلك يختار طريقة الدفع من خلال الموبايل أو أي طريقة يختارها هو. هذا التطبيق سيسهل على المواطنين الأردنيين خاصة، وأننا ندخل في شركة جت أكثر من 3 مليون مواطن أردني.